بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبه وطالبات المستوى الثاني في كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه رقم 25 من حلقات مقرر الاحصاء التحليلي في الحلقات السابقه انتهينا بموضوع فترات الثقه وفترات الثقه هو الشق الثاني من موضوع الاستنتاج الاحصائي او الاحصاء التحليلي، الاحصاء التحليلي من شقين فترات الثقه واختبارات الفروض، اتكلمنا قبل كده على فترات الثقه سواء كانت لمتوسط مجتمع، او النسبه في المجتمع، او الفرق بين متوسطي مجتمعين، وايضا اتكلمنا على كيفيه تحديد حجم العينه. اليوم بنبدأ الشق الثاني والأخير اللي هو اختبارات الفروض الإحصائية، في اختبارات الفروض الإحصائية قبل ما نتعرض الهدف منها إيه، في مجموعة من المصطلحات لازم نتعرض ليها لأنه سيكثر الحديث عنها وسنتناولها باستمرار وإحنا بنتكلم في اختبارات الفروض الإحصائية، في مجموعة من المصطلحات والتعريفات لازم الأول. نتكلم عليها ونمهد ليها قبل ما نخش في مضمون اختبارات الفروض الاحصائيه. مع بعض كده على الشاشه ونشوف اول مصطلح من هذه المصطلحات. من هذه المصطلحات القرار الاحصائي. القرار الاحصائي. عشان اوضح القرار الاحصائي بلغه مبسطه نفرض ان في مصنع متوسط انتاجيه العامل فيه خمسين وحدة في اليوم مصنع فيه مجموعه من العمال متوسط انتاجيه العامل في اليوم خمسين واحده معناها ان فيه عمال انتاجيتهم اعلى من خمسين وفيه عمال انتاجيتهم اقل من خمسين لكن المتوسط خمسين واحده صاحب المصنع عايز يرفع هذه الانتاجيه يرفعها ازاي؟ أحد المسؤولين عنده في المصنع أشار عليه إنه يقوم بعملية تبديل للآلات اللي موجودة في المصنع. وكان في رأي آخر إنه يدي حوافز مدية للعمال. أي قرار من دول هياخده ليه تكلفته المالية. ولازم يتخذ القرار المناسب اللي يضمن إنه يحقق الهدف المنشود وهو تحسين إنتاجية العمال. هنفرض إنه اقتنع بالرأي القائل بمنح العمال حوافز نقديه. هنا بقى عشان ياخد هذا القرار هيعمل تجربه صغيره. ايه التجربه دي؟ هياخد عينه من العمال عينه عشوائيه من العمال ويديهم حوافز ماديه لمده عده شهور. وبعد كده يقيس الانتاجيه بتاعتهم. متوسط الانتاجيه بتاعتهم في العينه. نفرض انه خد عينه من العمال قدام حافظ نقديه لفترة معينه وفي اخر هذه الفتره وجد ان متوسط انتاجيه العامل في العينه دي بقى 60 واحدة خلي بالك ان متوسط انتاجيه العامل في المصنع كله بصفه عامه 50 واحدة لكن متوسط انتاجيه العامل في العينه اللي خلت حافظ ماديه 60 واحدة هنا ينشأ السؤال بقى الفرق بين الخمسين اللي في المصنع كله والستين اللي في العينة الفرق عشر وحدات دول هل هذا الفرق راجع للحوافز المادية ولا عوامل أخرى عوامل أخرى زي إيه قال والله احتمال يكون هذا الفرق راجع لعوامل أخرى مثل إن العينة اللي أنت اخترتها دي قد تكون عينة من العمال المهرة العمال اللي انتاجيتهم اصلا اعلى من خمسين يبقى الفرق ده هو ممكن يكون راجع ليه العمال اللي انت اخترتهم من النوع العمال المهرة وقد يكون هؤلاء العمال اللي انت اخترتهم في العينة حاسين ان هم تحت الرقابة المستمرة فبدأوا يحسنوا من انتاجهم الخلاصة ان الفرق بين الخمسين والستين اما ان تكون راجعه للحوافز الماديه او راجعه لعوامل اخرى الفرق بين ال 50 وال 60 اما ان يكون فرق حقيقي اما ان يكون فرق حقيقي راجع لاستخدام المؤثر في التجربه اللي هي حافظ ماديه او راجع لعوامل اخرى منها اختيار عينه من عمال المهر الذي يحسم هذه القضيه ويحدد الفرق ده حقيقي ولا غير حقيقي هو اختبارات الفروض. القرار اللي بياخده هذا صاحب المصنع في هذا في هذا الشأن اسمه قرار احصائي. قرار مبني على مبدأ الرشاد والعقلانية في ضوء تجربة تم القيام بها على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة. نفس الموقف اللي باخد فيه قرار بشأن فعالية أحد المؤثرات لما أجي أعمل حملة إعلانية عن منتج معين أو أشوف مدى فعالية أحد البرامج التدريبية في رفع كفاءة العاملين القرار اللي باخده بشأن هذه المؤثرات الحملة الإعلانية البرامج التدريبية استخدام أحد أنواع الأسمدة الحديثة استخدام أحد أنواع الأدوية الحديثة دي كلها اسمها مؤثرات يتخذ بشأنها قرار يسمى القرار الاحصائي. طيب من المصطلحات الاخرى عندنا الفروض الاحصائيه. الفرض الاحصائي ده تفسير مبدئي يتعلق بأحد معالم المجتمع او مؤشرات المجتمع. يعني ايه معلمه في المجتمع او مؤشر المجتمع؟ مؤشر المجتمع يعني مقياس يخص المجتمع يختص بيه زي نسبة الأمية في الدولة ده مؤشر خاص بالدولة يستخدم يقرب من الدول وبعضها متوسط عمر الفرد في الدولة ده مؤشر ده دليل ده معلمة يخص المجتمع متوسط دخل الأسرة في المملكة ده مؤشر ده معلمة ده دليل يستخدم نقارن بين متوسط الدخل في المملكة مع دول أخرى فالفرض الإحصائي تفسير يتعلق بعد هذه المؤشرات هذا التفسير غالبا ما يصاغ في صورة نفي وبنسميه هذا التفسير نسميه الفرض العدمي الفرض العدمي وأحيانا نسميه فرض التساوي أحيانا نسميه فرض عدم التغيير، يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما بعمل تجربة عن أثر الحوافز المادية على زيادة الإنتاج، تأثير الحوافز المادية على زيادة الإنتاج، يا ترى الإنتاج ولا لأ؟ هنا بقى بحط فرضين، فرض عدمي ينفي أي أثر للمؤثر، فرض عدمي ينص على عدم وجود تأثير الحوافز المادية. مقابل الفرض العدمي بضع فرد آخر اسمه الفرض البديل. وهو عكس الفرض العدمي. إذا كان الفرض العدمي ينص على عدم فاعلية أو عدم وجود تأثير إيجابي للحوافز المادية الفرض البديل العكس. يرى ان الحوافز الماديه تحسن من الانتاجيه اذا كنت بقوم بتجربه بخصوص مدى فعاليه احد البرامج التدريبيه في رفع كفاءه العاملين بضع فرضين فرض عدمي ينص على عدم فعاليه هذه البرامج فرض عدمي يقول ان هذه البرامج ليس لها تاثير اي ينفي اي اصل للمؤثر هي البرامج التدريبيه مقابل فرض اخر اسمه الفرد البديل عكس الفرد العدمي يقول ان البرامج التدريبيه لها تاثير ايجابي لها تاثير فعال لو انا بدرس مدى فعاليه احد انواع الاسمده في تحسين الانتاجيه بعمل ايه؟ بختار عينه من الاراضي والسماد سمات وقيس الانتاجيه اخر السنه. وعايز اعرف انتاج يزود السمات الانتاجيه ولا لا؟ بضع فرضين. فرض عدمي ينص على عدم فاعليه السماد وانه ليس له تاثير وان انتاج الارض سيظل كما هو دون تغيير. هذا التفسير يسمى بالفرض العدمي. في المقابل بضع فرد اخر اسمه الفرد البديل هو عكس الفرد العدمي اذا كان الفرد العدمي بيقول لا يوجد تاثير للسماد الفرد البديل يقول يوجد تاثير للسماد يبقى المصطلح التاني الفروض الاحصائيه هما فردين فرد عدمي او فرد النفي وفرد اخر اسمه الفرد البديل يبقى الفروض الإحصائية فردين فرد عدمي وفرد بديل الفرض العدمي ينفي ويعدم اسمه الفرد العدمي الفرض العدمي ينفي ويعدم أي أثر للمؤثر في التجربة أنت بتقوم بيها بتجرب الحوافز الماديه بتجرب برامج تدريبيه بتجرب سماد بتجرب نوع من الادويه دي كل اسمها مؤثرات بجربها عشان اشوف مدى فعاليتها بحط فرض عدم يقول لا يوجد تاثير لهذه المؤثرات بنفي اي اثر لهذه المؤثرات يسموه الفرض العدمي الفرض بيجي بقى العكس اذا كان الفرض العدمي بيبدا بحرف النفي لا فرد بديل هشيل حرف النفي ده واقول لا يوجد تاثير الحافظ الماديه يوجد تاثير للسمات يوجد تاثير للبرامج التدريبيه يوجد تاثير لاي مؤثر بقوم بيه اثناء التجربه طيب اتكلمنا على الفرد العدمي والفرد البديل المصطلح الثاني بقى علشان أختار ما بين الفرض العدم والفرض البديل. كيف يتم المفاضلة والاختيار؟ الفرض العدمي في فرض عدم بيقول السماد ليس له تأثير، ده العدمي. البديل السماد له تأثير، عايز أختار واحد من الاثنين. أختاره ازاي؟ هنا بنلجأ إلى مصطلح آخر يساعدنا في اتخاذ قرار بقبول أو رفض الفرض العدمي. طبعًا إذا قبلنا الفرض العدمي منطقيا نرفض الفرد البديل والعكس إذا رفض الفرد العدمي يقبل الفرد البديل عشان أختار قرار رفض أو قبول الفرد العدمي أختار بناء على ايه على مصطلح آخر اسمه وسيلة الاختبار وسيلة الاختبار ده عبارة عن قانون علاقة رياضية بجمع فيها ما يتوفر عندي من بيانات اثناء التجربه علاقه رياضيه هنشوفها فيما بعد العلاقه دي ما بستخدمها بما يتوفر عندي من بيانات اثناء التجربه هذه العلاقه بينتج عنها رقم هذا الرقم بيساعدني في قبول او رفض الفرض العدمي يبقى عشان اختار او عشان اقبل او ارفض الفرد العدمي بنتقل لخطوة أخرى اسمها وسيلة الاختبار علاقة رياضية قانون بستخدمه أو بستخدم فيه كل ما يتوفر عندي من بيانات أثناء التجربة بيانات التجربة زي إيه؟ زي حجم العينة متوسط العينة حرف المعيار العينة البيانات دي بستخدمها داخل قانون معين في النهاية بيديني رقم هذا الرقم زي ما تشوف كمان شويه بيساعدني في الوصول الى قرار بشان قبول او رفض الفرد العدمي. ده المصطلح الثاني وسيله الاختبار طيب المستوى المصطلح الثاني او الثالث مستوى المعنويه عندما يتخذ قرار بقبول او رفض الفرض العدمي فإن الباحث يضع لنفسه حدودا للخطأ يمكن أن يقع فيها لأنه لن يمكن أن يصل إلى نتيجة شبه مؤكدة 100%، فهو يضع لنفسه حدود مسموح بها بالخطأ، يقول والله أنا ممكن أخطئ في قراري في 5% أو في 10%. يبقى أثناء قيام التجربة ويعرض للخطا الباحث عادة بيضع نفسه حدودا للخطا مسموح بيها ويتقبلها ايه الخطا اللي هنا بقى؟ انه يقبل الفرض العدمي وكان المفروض انه يرفضه. هذا الخطا اللي وقع فيه او العكس انه يرفض الفرض العدمي رغم انه صح وكان يجب ان يقبله. هذه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها فبيحدد لها مستويات معينه نسب معينه عاده بتبقى 5% او 1% واحيانا 10% إذا المستوى المعنوية هي نسبة أو احتمال اتخاذ قرار خاطئ بيضع نفسه نسبة معينة للخطأ الخطا هنا بقى نوعين الخطا هنا نوعين انه يرفض الفرض العدمي رغم انه كان صح ويجب يقبله او العكس يقبل الفرض العدمي رغم انه كان خطا ويجب ان هو ايه يرفضه مستوى المعنويه نوع معين من الاخطاء انا عندي خطاين اتنين يقصد المستوى المعنويه الخطا من النوع الاول ايه هو الخطا من النوع الاول اللي هو كالاتي رفض الفرض العدمي على الرغم من انه صحيح ويجب قبوله الخطا من النوع الاول بيسموه مستوى المعنويه له الرمز الفا اللي هنشوفه دلوقتي يبقى مستوى المعنويه احتمال اتخاذ قرار خاطئ وهو رفض الفرض العدمي على الرغم من انه خطا ويجب على الرغم انه صحيح ويجب قبوله مستوى المعنويه اسمه الخطا من النوع الاول بيرمز له بالرمز الفا تفسيره احتمال رفض الفرض العدمي على الرغم من انه صحيح ويجب قبوله مستوى المعنويه الفا ده هو بياخد قيم شائعه 10% 5% 1% ال 10% دي عباره عن مساحه احتماليه احتمال لما اجي ارسمها تحت منحنى التوزيع الطبيعي بسميها المنطقه الحرجه يبقى المصطلح الثاني المنطقه الحرجه ايه المنطقه الحرجه دي؟ او منطقه الرفض الاثنين معنى واحد المنطقه الحرجه او منطقه الرفض هو التعبير البياني للمستوى المعنوية المستوى المعنويه اللي هو احتمال الرفض اللي هو خمسة في المية لما ارسم الخمسة في المية دي كجزء من المنحنى هذه المنطقة اسمها منطقة الرفض او المنطقة الحرجة منطقة الرفض او المنطقة الحرجة المنطقة الرفض او المنطقة الحرجة هي المنطقة التي اذا وقعت فيها قيمة وسيلة الاختبار يرفض الفرض العدمي كأن المنحنى بتاعي بقسمه حتتين منطقة رفض والباقي منطقة قبول زي ما نشوف كمان شوية منطقة رفض إذا وقعت فيها قيمة وسيلة الاختبار القانون قيمة القانون فإذا وقعت قيمة القانون وسيلة الاختبار في منطقة الرفض يرفض الفرض العدم باختصار بقى وإذا وقعت في منطقة القبول يقبل الفرض العدم الفرض العدمي ينص على عدم فعاليه المؤثر عدم فعاليه السماد عدم فعاليه الدواء عدم فعاليه الحوافز الماديه ده الفرض العدمي طب الفرض البديل عكسه بس عكسه يعني ايه بقى قد تكون الحوافز الماديه بتحسن من الانتاجيه ده اسمه الفرض الال... ال... ال... اختبار الطرف الايمن وقد تكون الحافظ الماديه بتخفض الانتاج نتيجه التكاسل والتراخي. اسمه اختبار الطرف الايسر. ما لم يكن هناك اتجاه واضح هيزود ولا ينقص اسمه اختبار الطرفين. يبقى الفرض البديل اما ان يقع في الطرف الايمن او في الطرف الايسر او في الطرفين. وبالتالي منطقه الرفض منطقه الرفض اما انها تكون في الطرفين الأيمن والأيسر في الدليل الاتنين على اليمين والشمال يسمى مناطق الرفض ويبقى اللي بينهم منطقة القبول أو مستوى المعنوية اللي هو ألفا اللي لما يرسمه على المنحنى يدي منطقة رفض تقع كلها في المنحنى في النصف الأيمن يبقى اسمه اختبار الطرف الأيمن ويبقى الباقي كله منطقة القبول أو مستوى المعنويه الفا يقع كله في الشمال في في الاتجاه الايسر من المنحنى ودي اسمها منطقه الرفض ويبقى الباقي كله منطقه القبول السؤال بقى امتى الجا لاختبار الطرف الايمن والطرف الايسر واختبار الطرفين اذا كان الهدف من التجربه ينم عن الناحية ايجابيه اذا كنت بسال وشايف ان الحوافز الماديه بتزود الانتاج بس عايز حد يؤكد لي هذا الكلام رياضيا استخدم اختبار الطرف الايمن اذا كنت انا كباحث شايف ان الحوافز الماديه ينتج عنها تراخي وتكاسل والانتاج هينخفض بس عايز حد يدعم لي ويؤكد لي وجهه النظر هذه اجي لاختبار الطرف الايسر اما اذا لم يكن عندي اتجاه واضح اجل اختبار الطرفين طبعا الامثله التاليه هتوضح الـ الـ النقاط دي كلها اخر حاجه اخطاء القرار الاحصائي القرار اللي باخده القرار اللي باخده بقبول او رفض الفرض العدمي في اخطاء عشان اوضح الاخطاء دي واقربها للذهن هنتخيل ان في قاضي قاعد على منصه المحكمه وفي شخص قاعد في قفص الاتهام القاضي بيحكم على الشخص اللي قاعد في قفص الاتهام بيحكم عليه بحكم واحد من اربع احكام متاحه ليه اي قاضي على منصه القضاء دائما يحكم بحكم واحد من بين اربع احكام على الشخص الموجود في قفص الاتهام ايه الاربع احكام دول بقى يحكم ببراءه الشخص وهو فعلا بريء ويستحق البراءه وده قرار صح يحكم بإدانة الشخص وهو مدان ويستحق العقاب وده قرار سليم 100%. بقى الميه بعد قرارين صح يحكم ببراءة المتهم وهو بريء ويستحق البراءة يحكم بإدانة الشخص وهو مدان ويستحق الإدانة فضل قرارين بقى إيه هما بقى؟ يحكم بإدانة المتهم وهو بريء يبقى ده خطأ أو العكس يحكم ببراءة الشخص وهو يستحق العقاب في خطئين إيه هنا بقى يحكم بايه بإدانة الشخص بإدانته رغم ان هو بريء ويستحق العفو او ده خطأ وقع فيه القاضي او العكس يحكم بإدانة او الخطأ التاني بقى ببراءة الشخص وهو مدان ويستحق الإدانة نفس القصة عندنا شأن القبول او رفض الفرض العدمي ايه الاربع قرارات اللي عندنا قبول الفرض العدمي وهو صح ويجب قبوله. قبول الفرض العدمي وهو صح ويجب قبوله. أو رفض الفرض العدمي وهو خطأ ويجب رفضه، الاثنين صح. فرض القرارين الثانيين خطأ. قبول الفرض العدمي وهو خطأ ويجب رفضه. القرار الثاني رفض الفرض العدمي وهو صح ويجب قبوله. اللي يهمنا في الأربع قرارات دول القرار الأخير. رفض الفرض العدمي وهو صح ويجب قبوله. اللي احنا سميناه مستوى المعنوية اللي احنا سميناه خطأ من النوع الأول اللي احنا ترجمناه بيانيا بمنطقة الرفض تحت المنحنى أو المنطقة الحرجة اللي احنا اديناها الرمز ألفا أديناه للرمز ألفا في النهاية خطوات الاختبار عشان ناخد قرار بشأن قبول أو رفض الفرد العدمي الخطوات كالأتي أضع الفرد العدمي بعد كده الفرض البديل. نمرة اثنين عشان اختار واحد من الاثنين دول فرض عدم او فرض بديل اختار ازاي؟ في قانون عندي بستخدمه اسمه وسيله الاختبار. هذا القانون هيساعدني في اختيار الفرض العدمي او رفضه. ازاي؟ الخطوه الثالثه حدد نسبه خطا معينه مستوى خطا معين اسمه مستوى المعنويه وده يقابله قيمه جدوليه اولى كمان شويه. بعد كده بقارن بين القيمة الجدولية والقيمة وسيلة الاختبار والقيمة المستوى المعنوية أو القيمة الجدولية ليه واخد القرار بقبول أو رفض الفرض العدمي أعزائي الطلبة دي كانت بعض المصطلحات الهامة في موضوع اختبارات الفروض الإحصائية نستكمل الصورة إن شاء الله في الحلقة القادمة ونوضح هذه المصطلحات عمليا بمجموعة من الأمثلة في الحلقات القادمة بإذن الله الى ان القاكم في الحلقه القادمه اترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته